عليكم متتبعي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، في درس جديد ان شاء الله، اللي كنتمنى انه تكون فيه استفاده لكم وليا. وان شاء الله اليوم غادا نحاول انني نبسط واحد المعلومه كنخدم بها ديما، فحاولت اليوم انني نشارك معكم، اللي هي كيفاش نرد حوايج انا عندي او شريتهم على المقاس ديالي. فعلى بركه الله غادي نبدا. بحال مثلا انا خديت هذه البيجامه، هي بيجامه يعني جديده ديال الدار، خصني بتردها على المقاس ديالي. ما لقيتش صراحه، ما لقيتش الطاي ديالي بالضبط على هاد الثوب هذا وعلى هاد اللون، لكن خديتها كبيره. فبحكم انني انا خياطه، يعني صراحه عندي جد 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 سهل انني نردها على القياس ديالي. فغادي نبدا معكم كيفاش غادا نردها على القياس ديالي. اولا غادي نشد البيجامه بحال هكا، نتنيها على جوج بهذه الطريقه هذه، تنقاد الكتاف مع بعضياتهم، التراكيز مع بعضياتهم، الراس ديال العنق مع الراس ديال العنق بحال هكا، باش ما يكونش عندي شي ديفو. وكناخذ المقاس اللي انا كنرتاح فيه، البيجامه اللي كنلبس وكنرتاح فيها، مناسباني في الكم، مناسباني في الكتاف، مناسباني في الصدر، في الحزام، في العرض ديال الجناب، كناخذ ديك البيجامه كما قلت لكم اللي انا كنرتاح فيها. حتى هيايا كنتنيها على جوج بحال هكا، وكنوضعها على هاد البيجامه اللي عريضه عليا. فيمكن لكم تطبقوا نفس الشيء على جلابه، على قفطان، على عبايه، على قميجه، على صايه، على اي حاجه باش تردوها على المقاس ديالكم. حيت شحال ديال الناس يعني كيمشيو مثلا شي محل ديال البيع والشراء، كيبغيو شي حاجه ولكن ما كيلقاوش المقاس ديالهم، تيلقاوه كبر منهم. فهذه انسب طريقه انكم تاخذوا يعني مقاس كبر منكم وتردوه على القياس ديالكم. انا هذه ديما كنخدم بها، خاص غير يعجبني الثوب ويعجبني اللون فكنرد على المقاس ديالي. كيف ما لاحظتوا معايا، انا من بعد ما قديت البيجامه على البيجامه، فكنخلي واحد السنتيم زيد من الجهه ديال الامام بحال هكا، كنخلي واحد السنتيم زيد. ومني كنبدا نقطع حتى في الجهه ديال الكتف، كنخلي واحد السنتيم زيد جهه الكتف. وكذلك والمثل نفس الشيء بالنسبه للصدر، بالنسبه للجناب، وكنهبط. فغدا نبداو على بركه الله، لكن اول حاجه تنقلبوا واش واش الكمام، واش الكمام ديال البياسه الجديده يعني وافين على البياسه القديمه اللي عندي. حيت شحال ديال البيجامات مثلا تيكون عندهم الكتاف كبار هابطين حتى لهنا، والكم واصل غير حد هنا. الا انا نقصت من القياس ديال الكتف، فالكم غادي يطلع لي الفوق. في هذه الحاله الا كان عندي الكتف كبير، فكنحاول غير ندخل من جهه الصدر، من جهه الجناب، من جهه الحزام، وتنهبط، ما كنقيش الكتاف. لكن انا هنا عندي حتى الكم حتى هو كبير. فغدا نبدا على بركه الله. من بعد ما حطيت الكتف على الكتف، تنخلي الكتف زايد كيف ما قلت لكم بسنتيم. هالكمين هما زولناهم، دابا كنمر باش نقطع الصدر. انا هادي عندها جياب لكن ما بغيتهمش، حيتاش داير لها جياب هابطين بزاف، هابطين جاو تحت من الجناب، بحكم انني انا ربع القد يعني ماشي طويله، فجاوني الجناب هذا عفوا الجياب جاوني هابطين بزاف. من بعد ما قطعت التراكيز اللي هما هادو، وقطعت الحزام، قطعت الصدر، قطعت الجناب، فهاد الجهه لتحت، فهاد التحتاني ديال البيجامه انا ما غاداش نقيسو حيت بغيتو يبقى عريض. غادي نوريكم كيفاش ولا الشكل ديالها. هاي ولات بحالك، ولات بحال الجيلي. دابا غادي نمر باش نصايب الكتاف. عفوا بغيت نصاوب الكمام، غلطت. دابا غادي نقطع الكمام، نحيد لهم هذيك الحاشيه ونعبرهم حتى هما على نفس العبار ديال هذا ديال الكمام ديال البيجامه الاولى ديالي. صراحه انا في الاول كنت متخوفه نشارك معكم هذه المعلومات هذه اللي كنخدم بها، لكن لما جربت وشفت يعني صراحه قنوات ولاو تيديروا فيديوهات بحالي ويخدموا بهم، صراحه زاد هادشي حفزني وشجعني، حسيت بلي يعني فيها استفاده، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى النجاح للجميع. والله يسر ليا وليكم والجميع، واللي بغى يتعلم الله ييسر ليه، واللي بغى يخدم حتى هو الله ييسر ليه، واللي عنده قناه الله ينجحه.
وشكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الكومنتات الزوينين، شكرا على اللايكات اللي كتخليو ليا، شكرا بزاف بزاف بزاف. هذا شيء يعني فرحني بزاف، ما كنتش متوقعه بحالك، لكن شكرا شكرا بزاف بزاف. من بعد ما خديت العبار ديال الكمام كيف ما حطيتو معايا، فغادي نقطع هادو هما الكمين. دابا غادا نمر المرحلة ديال الخياطة باش نزادي الكمام مع الكتاف ونسدها من الجناب، ونوريكم الشكل النهائي ونقيسها ونوريك. دابا كنمر باش نحط الظهر ديال الكمامة على الزدية ديال الكتاف وتنبدا نلاقي فيها، يعني شي حاجة بسيطة جدا وسهلة. انا ديما هكا كندير، كنرد الحوايج على المقاس ديالي، يعني فين ما عجبتني شي حاجه خاص غير يكون الثوب فيها زوين وتكون يعني كبيره، فتناخذها وتردها على القياس ديالي. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الطريقه هذه اللي هي يعني شي حاجه سهله بسيطه وكترد لينا الحوايج على المقاس ديالنا، بالعربيه اننا نلبسوا على شهوتنا او على الايفازي اللي تنبغيو. انا دابا انا زديت الكمامه، غادا دابا نهبط بالطلاقيه، غادا شويه. انا هنايا عندي الكمامه شويه عريضه، ما بغيتش تجي كاع عريضه بحال هكا، بغيت تجي بحال هكا بحال شكل البودي، فغادا ندخل فيها بواحد 3 ديال السنتيمات تقريبا بحال هكاك باش تجيني يعني في المعصم ديال يدي مجموعه. انا عزيز عليا الكمام مزيرين، لهذا غادا نزير ليها هاد الكمام، ندخل فيهم شويه مزيان صافي، وتنهبط مع التراكيز للجهه ديال الصدر، حيت بالنسبه لهاد البيجامات السخان من الاحسن يعني يكونوا شويه مجموعين، الا كانوا ثاني مرخيين علينا ما كيعطوش ديكو. نفس الشيء غادا نعملو مع الجهه الاخرى، التحت ديال البيجامه ما قصتوش حيت بغيتها تبقى عريضه من التحت. فهذا هو السورجي ديالها، الخياطه الاصليه ديالها فبقات فيها. ديال الجهه ديال الجيب انا ما بغيتش ليها الجيب حيت الجيب ماجين هابطين بزاف على لي هونش، نحيدهم. دابا غادي نمر للجهه الاخرى نزاديها ونقيسها ونرجع لعندكم. هذه هي البنات عفوا، هذه هي البيجامه ديالي من بعد يعني ما قطعتها ونقصتها او فازيتها وخيطتها. كيف ما كتلاحظوا معايا الكم رديتو على شكل بودي، يعني طريقه جد سهله وبسيطه، كنتمنى تكون فيها استفاده لكم والجميع. الى عجبكم الفيديو كنتمنى تبارطاجيوه باش تعمل فائده على الجميع، وخاصه بالنسبه للعفوا هاد الطريقة راه تفيد حتى السيدات اللي لا علاقة لهم بالخياطة او عمرهم ما فكروا يخيطوا، وكيبغيو يردوا الحوايج ديالهم على المقاس ديالهم وكيخافوا يديو مثلا شي خياط او شي خياطة وكيخافوا انهم يخسروا لهم. فهاد الطريقة انا كنصحهم بها، لكن بشرط انهم يخليو السنتيمات اللي خليت انا فاش كنت تنقطع بالمقاس، ضروري يخليو واحد جوج سنتيمات زايدين على حساب السورجي وعلى حساب الخياطة. فتبارك الله عليكم ومرحبا بكم.